بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها التلاميذ الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار استمرار دروسنا عن بعد مادة التربية الإسلامية، سنشرع اليوم في درس جديد من الدروس الموجهة لتلاميذ الأولى إعدادي مدخل القسط، والدرس بعنوان حق البيئة، حماية البيئة من التلوث المادي والمعنوي. أهداف المتوخات من خلال هذا الدرس: أولاً، التعرف على مفهوم التلوث المادي والمعنوي ومظاهرهما. ثانياً، التعرف على عواقب التلوث المادي والمعنوي على البيئة. ثالثاً، التعرف على التوجيهات الإسلامية لحماية البيئة من التلوث المادي والمعنوي. نعم، نمهد أولاً للدرس. تأملوا معي أيها التلاميذ الوضعية التالية: بينما كان علي يمارس الرياضة مع أصدقائه في محيط حديقة الحي، إذا بهم يلمحون شاباً يتلفظ بكلام بذيء ويلقي كيساً من القمامة وسطها، أي وسط الحديقة. وعندما توجه إليه علي مستنكراً سلوكه هذا الذي يعد تلوثاً يخالف توجيهات الإسلام، أجابه الشاب: الحديقة ليست ملكاً لك، والحفاظ عليها مسؤولية عمال النظافة، وأنا لا أمارس غير حريتي الشخصية. الآن بعد قراءتنا المتأنية للوضعية نقوم بتحليلها. نشتغل على هذه المهام في دفتر التمارين. أولاً، نحدد الحدث الرئيسي للوضعية. الحدث الرئيسي هو حوار حول سلوك الشاب الذي يتلفظ بكلام بذيء ويلقي القمامة في الحديقة بمبرر أن الحفاظ عليها ليس مسؤوليته، وإنما مسؤولية عمال النظافة. جيد، نحدد الآن المواقف المتعارضة في الوضعية. الموقف الأول هو موقف علي الذي يرى أن من مبادئ الإسلام التحدث بأدب والحفاظ على البيئة. الموقف المعارض وهو موقف الشاب الذي يرى أن من الحرية الشخصية التكلم بأي أسلوب ورمي القمامة في أي مكان. نستمر في تحليل الوضعية عن طريق تحديد المشكلة المطروحة في الوضعية. والمشكلة دائما نقوم بتحديدها من خلال المواقف المتعارضة في الوضعية. لدينا موقفين اثنين. إذا عدنا للمهمة السابقة أو الخطوة السابقة وهي تحديد المواقف، تعرفنا على موقفين اثنين. تعرفنا على موقف علي الذي يرى أن التكلم بالكلام البذيء ورمي الأزبال والقمامة في الحدائق من مظاهر التلوث التي حرمها الإسلام. الموقف الثاني وهو الموقف المعارض لعلي هو موقف الشاب الذي يرى بأن التلفظ بالكلام البذيء ورمي الأزبال والقمامة في الحدائق من الحريات الشخصية، التي لا تخالف مبادئ الإسلام. إذا المشكلة هنا التي يعني تضع تساؤلا عند المتعلم هي: هل يعد التلفظ بالكلام البذيء ورمي القمامة في الحدائق من مظاهر التلوث التي حرمها الإسلام، أو أنه حرية شخصية؟ جيد، ننتقل الآن إلى اقتراح الفرضيات لكي نجيب عن هذه المشكلة ونحلها. جيد، الفرضيات المقترحة
هي الفرضية الأولى التلفظ بالكلام البذيء ورمي القمامة في الحدائق من مظاهر التلوث التي حرمها الإسلام. الفرضية الثانية التلفظ بالكلام البذيء ورمي القمامة في الحدائق حرية شخصية لا تتعارض ومبادئ الإسلام. جيد، إذن سنشتغل الآن على الدرس، ثم في الأخير سنحدد أي الفرضيتين صحيح، هل الفرضية الأولى أم الفرضية الثانية. وبالله التوفيق. نحدد المهمات التي سنبني من خلالها درسنا اليوم إن شاء الله. المهمة الأولى التعرف على مفهوم التلوث المادي والمعنوي ومظاهرهما. المهمة الثانية التعرف على عواقب التلوث المادي والمعنوي على البيئة. ثم المهمة الثالثة والأخيرة التعرف على التوجيهات الإسلامية لحماية البيئة من التلوث المادي والمعنوي. ننتقل الآن إلى تحليل ومناقشة المهمة الأولى التعرف على مفهوم التلوث المادي والمعنوي ومظاهرهما. هم لاحظ معي أيها التلميذ الصورتين التاليتين. الصورة الأولى تلوث الهواء بسبب الدخان، سواء الدخان الصادر عن السيارات وسائل النقل أو الدخان المصانع. ثم الصورة الثانية تلوث التربة من خلال مطارح الأزبال. هم السؤال، من خلال هذه الصور هل يعتبر هذا تلوث مادي أم معنوي؟ هل يعتبر تلوث مادي أم معنوي؟ نعم، يعتبر تلوثا مادي. أحسنتم. نعم، ما هي المظاهر الأخرى للتلوث المادي؟ أذكر لي مظاهر أخرى للتلوث المادي. هناك عدة مظاهر أخرى، مثال تلوث الماء من مظاهر التلوث المادي، أيضا تلوث الماء برمي النفايات السائلة ومخلفات المصانع فيه. جيد، هناك مظاهر أخرى قم بتحديدها في دفتر التمارين. ما زلنا في صدد تحليل ومناقشة المهمة الأولى. لاحظوا معي الصورتين الجديدتين، من خلال هذه الصور هل هذا تلوث مادي أم معنوي؟ لاحظوا معي الصورة الأولى كثرة الأضواء مما قد يؤذي البصر، يمكننا أن نعتبر هذه الصورة الأولى مظهر من مظاهر التلوث البصري. جيد، ننتقل إلى الصورة الثانية الضجيج وكثرة الأصوات مما قد يؤدي السمع، يمكننا أن نعتبر هذا المظهر الثاني من مظاهر التلوث السمعي. جيد، هذا التلوث السمعي والتلوث البصري هل هو تلوث مادي أم تلوث معنوي؟ نعم، هو تلوث معنوي. أحسنتم. ما هي المظاهر الأخرى للتلوث المعنوي؟ حاول أن تستخرج مظاهر أخرى للتلوث المعنوي. نترككم الآن مع استنتاج وخلاصة لهذا المحور الأول أو لهذه المهمة الأولى. قوموا بكتابتها في دفتر الدروس لكي ننتقل لتحليل ومناقشة باقي المهام. ننتقل الآن إلى الاشتغال على المهمة الثانية، وهي التعرف على عواقب التلوث المادي والمعنوي على البيئة. من خلال الصور ما هي عواقب
التلوث المادي والمعنوي على البيئة. نبدأ أولا بالصورة الأولى. إن تلوث مختلف مكونات البيئة، الماء والهواء والتربة، يؤدي إلى نتائج سلبية، أهمها قلة مصادر الغذاء، مما يؤثر بالسلب على المجتمعات الفقيرة فتحدث فيها المجاعات. نذكر على سبيل المثال تلوث الماء، ماذا ينتج عنه؟ موت الأحياء البحرية. تلوث التربة، ماذا ينتج عنه؟ قلة النبات، الحبوب والمحاصيل الزراعية تقل. تلوث الهواء، موت الثدييات وبالتالي قلة مصادر الغذاء، مما يعود بالسلب على المجتمعات الفقيرة فتحصل فيها المجاعات، وهذا من عواقب التلوث. ننتقل الآن إلى الصورة الثانية. ولد صغير يعاني من مشاكل في التنفس، كذلك من المشاكل التي تنتج عن التلوث وهو حصول الأمراض، خصوصا الأمراض التنفسية بسبب تلوث الهواء. تلوث الهواء، نعم. أعملك من اشتغالنا على المهمة الثانية، وهي التعرف على عواقب التلوث المادي والمعنوي على البيئة. من خلال الصور، ما هي عواقب التلوث المادي والمعنوي على البيئة؟ لاحظ الصورة الأولى، نشوب الحرائق. لا شك أن التلوث يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة، مما ينتج عنه نشوب الحرائق في الغابات. الصورة الثانية، موت الأحياء البحرية. تلوث الماء، تلوث مياه المحيطات والبحار، يؤدي إلى موت الأحياء البحرية، نعم. نكمل شغالنا على المهمة الثانية، وهي التعرف على عواقب التلوث المادي والمعنوي على البيئة. من خلال الصور، ما هي عواقب التلوث المادي والمعنوي على البيئة؟ لاحظ الصورة الأولى، الأوزون. الأوزون هو عبارة عن عنصر مهم من العناصر المساعدة في حياة الإنسان على وجه الأرض، فهو لا يقل أهمية عن الماء والأكسجين. لماذا؟ لأنه يحجب هذا الغلاف، غلاف الأوزون، يحجب الأشعة الضارة الناتجة عن الشمس. أنشطة الإنسان التي يقوم بها في هذه الحياة والتي ينتج عنها التلوث تؤدي إلى اتساع ثقب الأوزون، مما يؤدي إلى تسرب الأشعة، أشعة الشمس الضارة إلى الكرة الأرضية. ننتقل الآن إلى الصورة الثانية. إن تلوث الهواء بواسطة دخان المصانع وأنشطة الإنسان لا مسؤولة، يؤدي إلى تكون أمطار حمضية، وهطول هذه الأمطار الحمضية شديدة الحموضة يؤدي بدوره إلى تلوث التربة وتلوث الماء، فينتج عن ذلك قلة النبات، قلة محاصيل الزراعية، وموت الأحياء البحرية، نعم. أترككم الآن مع خلاصة المهمة الثانية، قوموا بكتابتها في دفتر الدروس لكي ننتقل إلى المهمة الثالثة بحول الله. الآن ننتقل إلى تحليل ومناقشة المهمة الثالثة، وهي التعرف على التوجيهات الإسلامية لحماية البيئة من التلوث المادي والمعنوي. لاحظوا معي الصورتين، ما هي التوجيهات الإسلامية لحماية البيئة من التلوث المادي والمعنوي من خلال الآيتين؟ لاحظوا معي الصورة الأولى، يقول الله عز وجل في الآية: وكلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لاحظوا الآية الثانية في الصورة الثانية: لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. في كلتا الآيتين الله عز وجل نهى عن الإفساد في الأرض،
الإفساد في الأرض. حاولوا أن تستخرجوا من الصورتين مظاهر هذا الإفساد، مظاهر هذا الإفساد. الصورة الأولى، الإفساد، مظهر الإفساد هو رمي الأزبال في غير الأماكن المخصصة لها. جيد، ينتج عنه تلوث طبيعة الحال، تلوث التربة وتلوث الهواء. ننتقل إلى الصورة الثانية، ما هي مظاهر الإفساد الذي نهى الله عز وجل عنه؟ نعم، جيد، دخان متسرب من المصانع، كذلك مخلفات المصانع التي تلقى في البحر، كذلك الأسمدة والأدوية التي يعني توضع للمحاصيل الزراعية. جيد، هذا كله يؤدي إلى التلوث، والله عز وجل نهى عن ذلك لأنه يعد من الإفساد في الأرض. جيد، نقبل انشغالنا على المهمة الثالثة، وهي التعرف على توجيهات الإسلام، يعني حماية البيئة من التلوث المادي والمعنوي. ما هي التوجيهات الإسلامية لحماية البيئة من التلوث المادي والمعنوي من خلال الحديثين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. معنى الماء الدائم هو الماء الراكد الذي لا يجري. النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث نهى عن التبول، أن يبول الإنسان في الماء الراكد أي الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، لأن هذا الماء ملوث، لأن هذا الماء ملوث ومتسخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى عن تلويث الماء، تلويث الماء. الحديث الثاني يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. جيد، النبي صلى الله عليه وسلم نهى في هذا الحديث عن ماذا؟ نهى عن جيد، نهى عن التبول أو قضاء الحاجة في الطريق أو في الظلل التي يستظل فيها الناس، مثل تحت الأشجار أو الأماكن التي بها ظل يستظل فيها الناس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من تلويث للمحيط ولما فيه من إفساد في الأرض. جيد، أحسنت. نكمل شغالنا على المهمة الثالثة، ما هي التوجيهات الإسلامية لحماية البيئة من التلوث المادي والمعنوي من خلال النصين؟ يقول الله تعالى في سورة لقمان: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لقمان الحكيم نهى ابنه في هذه الوصايا عن رفع الصوت، اغضض من صوتك يعني أخفض صوتك لئلا تزعج الآخرين بصوتك المرتفع، وشبه ذلك وقال: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يعني أقبح الأصوات وأخص الأصوات هي صوت الحمير. ولا شك أن الضوضاء وارتفاع الأصوات هو نوع من أنواع التلوث المعنوي التي تعرفنا عليها، وهو التلوث السمعي. جيد، الحديث الثاني والنص الثاني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات، فإن أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن أهم حقوق الطريق التي نحتاجها لحماية البيئة من التلوث، والتي تعتبر توجيها من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال، غض البصر، عدم النظر إلى المحرمات، عدم النظر إلى عورات الناس الذين يعبرون الطريق، لأن هذا يعتبر من أنواع التلوث المعنوي، التلوث البصري. كذلك كف الأداء، عدم اللحاق الأداء بالناس، وكذلك يدخل فيه إماطة الأداء عن الطريق. كذلك من توجيهات الإسلام لحماية البيئة من التلوث المادي هو إماطة الأداء عن الطريق، إماطة الأداء عن
طريق، أحسنتم. أترككم الآن مع خلاصة المهمة الثالثة، قوموا بكتابتها في دفتر الدروس. ننتقل الآن إلى تقويم المواقف. تعرفنا في بداية الدرس من خلال الوضعية على موقفين اثنين، موقف علي الذي يرى أن من توجيهات الإسلام التحدث بأدب والحفاظ على البيئة، ثم موقف ثاني وهو موقف الشاب الذي يرى أن من الحرية الشخصية التكلم بأي أسلوب ورمي القمامة في أي مكان. جيد التقويم، نبدأ بالموقف الأول، أتفق أو لا أتفق؟ من توجيهات الإسلام التحدث بأدب والحفاظ على البيئة، أتفق أو لا أتفق؟ تقويم، أتفق. جيد. التعليل، لماذا؟ لأن الإسلام فعلا نهى عن تلويث البيئة، نهى عن تلويث البيئة، وهناك مجموعة من النصوص الشرعية الدالة على ذلك، من بينها ما تعرفنا عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: غض البصر، كف الأذى، رد السلام، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قلنا، وإماطة الأذى عن الطريق إلى غير ذلك. جيد، ننتقل إلى الموقف الثاني، من الحرية الشخصية التكلم بأي أسلوب ورمي القمامة في أي مكان، تتفق مع هذا السلوك أو لا تتفق؟ لا أتفق. جيد. التعليل، لأن الله عز وجل أمرنا بعدم الإفساد في الأرض وأمرنا بالحفاظ على البيئة وأمرنا أيضا بخفض الصوت كما جاء في وصايا لقمان الحكيم لابنه. جيد. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. بارك الله فيكم. جيد، بعد أن قمنا بتقويم المواقف نمحص الفرضيات ونختار أي الفرضية من الفرضيات المقترحة هي الصحيحة. جيد، الفرضيات المقترحة أذكركم بها: الفرضية الأولى، التلفظ بالكلام البذيء ورمي القمامة في الحدائق من مظاهر التلوث التي حرمها الإسلام. ثم الفرضية الثانية، التلفظ بالكلام البذيء ورمي القمامة في الحدائق حرية شخصية لا تتعارض مع مبادئ الإسلام. إذن أي هاتين الفرضيتين صحيح من خلال ما تعرفنا عليه في هذا الدرس؟ نعم، الفرضية الصحيحة هي الفرضية الأولى. أحسنتم. التلفظ بالكلام البذيء ورمي القمامة في الحدائق من مظاهر التلوث التي حرمها الإسلام. جيد. وفي الأخير أترككم مع الامتداد السلوكي لهذا الدرس، اقرأوه جيدا ثم حاولوا تمثله في حياتكم اليومية. وفقكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.